فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها، فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم، وكانوا يحتجزون العمائم. قال: وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه نقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. قال: كرهها قوم. نعم، هذا يرجع إلى أصل، وهو أن العوايد والصفات الخاصة بالكفار يحرم علينا أن نتشبه بهم، هذا في الأمور الخاصة بهم. أما الأمور العامة كاللباس والحزام الذي يكون في الوسط لأجل العمل أو لأجل الجهاد في سبيل الله، فالكفار يعملون هذا، كانوا يحزمون أوساطهم، فلا يمنع المسلمون من شد الوسط عند الحاجة، لأنه ليس الغرض من هذا التشبه، وإنما الغرض من هذا التقوية على العمل. والحياصة أو المنطقة هي الحياصة، وتكون محلات يعني في شيء من الفضة، يباح حلية المنطقة بالفضة ليشد بها وسطه. نعم. هل يمكن أن يكون شيء من خاص الكفار؟ يمكن يكون عاما لو كثر في الناس وفشاء؟ قد كان في زمن ما زمان خاصا. لا، وإذا كان أصله للكفار فلا يجوز ولو كثر، لا يجوز، لأن نظرا للأصل. أما إذا كان إنه ما هو خاص للكفار فإنه لا يحرم هذا، لأن هذا مشترك بيننا وبينهم.